هم الست والسلام، هي الطفلة والصديقة والزوجة ومنبع الأمان. هي مش أي حاجة، عشان هي كل حاجة. مركز حواء الطبي ومستشفى الدكتور فهمي لعلاج تأخر الإنجاب بيدي الأمل لكل حواء نفسها تبقى أم، لأنه مجهز بأحدث الأجهزة المتقدمة للحقن المجهري والتلقيح الصناعي، سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد. في مركز حواء الطبي أعلى نسبة نجاح لأطفال الأنابيب، وأحدث أجهزة الليزر لاختيار نوع الجنين وجراحات التجميل والبشرة. في مركز حواء الطبي خبرات عالمية من أطباء واستشاريون النساء والتوليد وأطفال الأنابيب. طوارئ 24 ساعة وعيادات يومية. أفضل الخدمات الطبية ووحدة عمليات جراحية على أعلى مستوى، مع الإقامة الفندقية الفاخرة بمستشفى الدكتور فهمي. مركز حواء يجمع الخبرة والتميز ودقة الأداء. الدكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري التوليد والمناظير والحقن المجهري، متخصص الحقن المجهري ديرماس برمنغهام إنجلترا، متخصص طب النساء التجميلي، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. دكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، مدير مركز حواء الطبي بحلمية الزيتون، ومدير مستشفى الدكتور فهمي بالمطرية. هتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، هو موضوع تأخر الحمل. زوج وزوجة بيجوا يطرقوا باب العيادة، ولا يا دكتور بقالنا فترة متجوزين ومحصلش حمل لحد دلوقتي. احنا بنسأل على أكتر من نقطة مهمة جدا، هل السن قد ايه بالنسبه للزوجه؟ كل ما كان صغير كل ما فرصتي في موضوع الحمل اكبر، كل ما كان كبير كل ما نبدا نشهل في موضوع الفحوصات بحيث نعرف نطمن عليها. بنطلب تحليل السائل المنوي للزوج، وده بيبقى تحليل بسيط مش مكلف مش مجهد، في نفس الوقت بيديني فرصه او بيديني فكره ازاي ان انا هبدا اخوض في الفحوصات الثانيه او القرارات اللي هناخدها عشان يحصل حمل بشكل سريع باذن الله. يبقى موضوع تحليل السائل المنوي للزوج مهم جدا، موضوع تاريخ الـ 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 تاريخ العلاقه الزوجيه، هل بيتم كل قد ايه؟ هل الزوج بطبيعته ان هو بيسافر فترات طويله او بيسافر فتره ويرجع فتره؟ ده برضو مهم بالنسبه لنا. بالنسبه للزوجه في ثلاث نقط مهمين بنحب نختارهم او بنحب ان احنا ناكد عليهم، هو موضوع التبييض، مبيض اخبارها ايه، مخزون المبيض اخباره ايه، موضوع الانابيب. في كل ست ليها رحم، الرحم طالع منه انبوبتين، مهمه الانابيب ان هي تبدا تنقل حياته المنويه وتنقل بويضه في نفس الوقت، هي مسار للحيوان المنوي والبويضه من المبيض لحد تجويف الرحم، ده مهم بالنسبه لنا. النقطه الثالثه احنا قلنا المبيض، قلنا الانابيب وتجويف الرحم في نفس الوقت. النقط دي بنحاول ان احنا ناكد عليها انها يعني انها سليمه او جيده، بحيث ان احنا نبدا ناخد قرار اذا كان في مشكله واضحه معانا، زي مثلا انابيب مقفوله، سائل منوي عدده قليل جدا، حركته قليله، يبقى ده غالبا بيبقى بنلجأ للطرق الصناعية لحدوث الحمل او الطرق المساعدة او الحقن المجهري او اطفال الانابيب. لو كانت الحاجات دي كويسة، الانبوبة والتجويف الرحم والمبيض، الثلاثة دول كويسين او جيدين، بنبدأ ان احنا نشوف الطرق البسيطة شوية، زي مثلا موضوع التلقيح الصناعي، ده في حالة ما يكون الزوج تحليل السائل المنوي بتاعه يعني جيد، مش ضعيف بشكل واضح قوي. يبقى دي اهم الطرق اللي احنا بنقول عليها، ان احنا الانابيب ممكن نطمن عليها عن طريق اشعه بالصبغه او عن طريق منظار، المبيض بنطمن عليه عن طريق السونار وعن طريق المعمل مخزون المبيض، تجويف الرحم عن طريق الاشعه بالصبغه او عن طريق المنظار الرحمي في نفس الوقت. دور المناظير بالنسبه لنا هنا دور مهم جدا، في حاله عدم ايضاح الرؤيه بالنسبه لنا ممكن نلجا الى المنظار الرحمي، بحيث لو في اي مشكله في تجويف الرحم زي زايده لحميه او زي التصاقات او حاجه نتعامل معاها عن طريق المنظار الرحمي، او نعمل اشعه بالصبغه نتاكد ان الانابيب سالكه او لا، او ممكن نلجا برضه لموضوع منظار البطن
منظار البطن بالنسبة لنا نقطة مهمة قوي، ان احنا نأكد على موضوع انابيب سالكة او لا، ما عنديش التصاقات حوالين انابيب، ده مهم جدا بالنسبة لنا. اذا المناظير لها دور، ودور اساسي بالنسبة لنا، بنحمله في حالة الاحتياج مع حالات تأخر الحمل. ده كده كان باختصار شديد جدا، وهنرجع تاني في لقاء تاني لنوضح بعض النقاط التانية. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا هنعيشها صح. النهاردة معانا دكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والمناظير والحقن المجهري. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. إزيك يا دكتور؟ الله يحفظك الله يخليك. أهلا بيك. الحلقة اللي فاتت كلمتنا عن الفحوصات وعن الأورام وعن كل حاجة تخص الست والمتزوجين الجداد وكل حاجة. النهاردة عايزين نعرف من حضرتك، عايزين نتكلم ونعرف من حضرتك الست بتعمل امتى الاشعه بالصبغه. هو حك موضوع الاجزاء الاساسيه اللي احنا بندور عليها بالنسبه للسيده هي المبيضين وفحوصاتهم والسونار بتاعهم وكفاءه التبويض والهرمونات الخاصه بموضوع التبويض، ادي جزء مهم جدا. الجزء الثاني اللي هو الرحم والتجويف الرحمي معايا والانبوبتين المرتبطين بيه. فالانابيب دي جزئيه مهمه جدا، يعتبر تلت الجزء اللي احنا بندور عليه كفحوصات، مهم جدا بالنسبه لنا. ممكن احنا نبدا بيه في بعض الحالات لما نحس ان في مشاكل في الانابيب، زي مثلا التهاب جراحي قبل كده للسيده، التهاب سيده وعملت عمليه، التهابات القديم كلها. التهاب قديم برضو بيلفت نظري شويه، قد يكون في مشكله في الانبوبه. الانبوبه دي كل سيده يعني اي التهابات، يعني ممكن التهابات تاثر على الانابيب. اكيد اكيد طبعا، اكيد اكيد. والحاجات اللاند مارك الكبيره قوي اللي هي موضوع التهاب السيده، الزايده جات التهابت وما اتخذتش صح، فوارد قوي يحصل فيه التهاب بيروتوني اثر على الانبوبتين. تمام. فده من الحاجات المهمه جدا. فاي سيده عندها رحم، ده بشكل كمتري كده، بشكل كمتري، الرحم ده طالع منه انبوبه يمين وانبوبه شمال، مهمين جدا. تمام. بالنسبه لنا، وكل انبوبه بتحضن مبيض، عندي مبيضين وعندي ابوبتين وعندي رحم. تمام. في فحوصاتنا بنحاول نراعي الثلاث اجزاء الاساسيين دول. تمام. فاحنا لو قلنا اتكلمنا على المبيض وكفاءته وهرموناته اللي بنعملها وازاي بنتابع التبويض وتابع التبويض امتى وتابع التبويض بايه، ده جزئيه احنا قلنا اتكلمنا فيها قبل كده. هيبدا الجزء المهم الثاني، الانبوبتين، انبوبه يمين وانبوبه شمال، دول رفيعين جدا ما لهمش علاقه بالسونار. يعني السونار ما اقدرش اقول اعمل سونار واقول انا عندي انبوبه سالكه وانبوبه مقفوله. السونار ما بيبينش السونار ولا السونار اللي هو ال2 دي او السونار رباعي الابعاد او ثلاثي الابعاد، ملوش علاقه بالانابيب. يعني كل اي سونار ملوش علاقه بالانابيب الا اذا كان في تضخم واضح في انبوبه لدرجه ان هو اداني باين، اداني تكسيمه السونار شافها، انما العادي السونار ما بيشوفش، ما نشوفش الانابيب. لو العادي. متضخمه بس تبان، لو متضخمه يبقى بلفت نظر، يبقى التضخم في التهاب، يبقى نبدا نركز في موضوع الانابيب. تمام. الانبوبتين في منتهى الاهميه، اللي هو دول الوسيله او الطريق اللي بيربط بين المبيض وتجويف الرحم. تمام. معايا؟ فده لو ما كانتش السكه دي سالكه، او سكه سالكه وكويسه ما فيهاش فيه اي احتقان او التهاب او حاجه، هيبقى هنا في مشكله بالنسبه لنا، وبرده ممكن تغير تفكيرنا. فاحنا ممكن لو الطريقه البسيطه في موضوع تشخيص نفاذيه الانابيب هو نعمل عمليه اشعه بالصبغه. اشعه بالصبغه دي موضوع بسيط مش مجهد في حاجه، بس في ستات بيحسوا انها حاجه صعبه جدا. ستات بتحس بالفزع نتيجه ان هو برضه تتخض، انا هعمل اشعه بالصبغه. برضه سمعت من قريبتها جارتها او تحس ان هم بيكبروا الموضوع جدا، في الام شويه. فاحنا برضه بنراعي ممكن اثناء الاشعه بالصبغه ناخد بعض المسكنات ساعتها او قبلها، وممكن ناخد برضو، يبقى ممكن يبقى في بعض الاماكن المسموح بيها زي مثلا مستشفى، على عكس عياده اشعه، عياده اشعه مش من حقه ان هو يجيب تخدير، فممكن قوي ان احنا نستدعي تخدير يقف اثناء عمل اشعه بالصبغه، يبقى الالام تقريبا مش موجوده. يعني يعملوا الاشعه بالصبغه في المستشفيات؟ وارد في المستشفيات، يعني مش شرط المستشفيات، بس قصدي وارد قوي ان
وجود طبيب التخدير مع الاشعه بالسبعه بتبقى الدنيا الطف بالنسبه لاي سيده. مفيش الام، مفيش لا مفيش تخدير طبعا، ده هيبقى الموضوع صعب جدا. بدي مسكنات بحيث تهدي الدنيا شويه، تحس بالم بسيط. الفزع من الاشعه بالسبعه نتيجه الالم المصاحب معاها، وده بيبقى طبعا في ستات بيعملوا الاشعه من غير تخدير يخدوا بقيه الستات التانيين رايحين يعملوا الاشعه دي. اكيد اكيد، عشان كده يبقى انسب لو وجود تخدير معانا يبقى الدنيا الطف، مفيش مانع ان تتعمل بتخدير تبقى الدنيا احسن. فالاشعه بالسبعه بتبيني نفاذ الانبوبتين اليمين والشمال، جايز الانبوبه فيهم مقفوله والتانيه مفتوحه، جايز واحده فيهم التهاب وتبقى يعني فيها تورم، فدي معناها ان هي فيها مشكله. فالاشعه بالسبعه بالنسبه لنا من الحاجات الاساسيه اللي احنا من ضمن الفحوصات الاساسيه اللي انا بطلبها من اي سيده. وطبعا بنراعي ان احنا قبل عمل الاشعه بيكون ما بيكونش في اي التهابات مهبليه، ان لو في التهاب مهبلي مع عمل اشعه ممكن الالتهاب المهبلي ده يتنقل لداخل الحوض، فبالتالي معالجه اي التهاب قبل ما نبدا نعمل اشعه بالسبعه. في نفس الوقت ممكن الاشعه يسبقها وجود مسكنات او حاجه تفك اي تقلص او مغص، بتبقى الدنيا احسن بالنسبه لها. لو وجود طبيب تخدير معانا تبقى الدنيا احسن. عمل اشعه عن طريق طبيب النساء بيبقى فاهم التشريح وفاهم هنعمل ايه وهنسوي ايه وهنرتب ايه، يبقى الدنيا الطف كتير. تمام يا دكتور، تمام. فدي نقطه مهمه. ايه اللي ممكن بقى الاقيه في الاشعه بالسبعه؟ كذا حاجه. لما نيجي احنا نبص على الاشعه بالسبعه المفروض ان انا ابص على 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 التجويف، اللي هو السبعه بتخش بتملى تجويف الرحم الاول. قلنا الرحم ده عباره عن شكل كمتري، في تجويف في 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 داخلي بالنسبه للكمتريه دي، ده السبعه بتملى التجويف ده، وبعد ما تملى التجويف بتبدا تروح الانبوبه اليمين والانبوبه الشمال. فالاشعه السبعه دي بتبقى ماده معتمه بالنسبه للاكس راي يعني، فبتديني بياض او بتديني شكل كده متعارف عليه بالنسبه لنا. فيهمني انا اشوف التجويف، تجويف يبقى فاضي خالص، ما فيهوش اي نتوءات، ما فيهوش اي اورام نفيه، ما فيش التصاقات، لا التجويف الاول. التجويف يبقى الاول على التجويف، ان انا يبقى التجويف اهم، وبعدين نشوف الانابيب. ما فيش اي حاجه تعوق انزراع الاجنه. تجويف الرحم ده مهم جدا بالنسبه لي. تجويف الرحم يبقى تجويف ما فيهوش اي حاجه بتعوق التجويف بتاعه، زي مثلا تليف، زي زايده لحميه، زي التصاقات وارد قوي، ده كله يمنع حدوث الحمل التلقائي والحمل المساعد، لان التجويف ده مشغول، الحاجه شغلاه. زي ما بنيجي نركب شريط لاي ست، ليه الحمل عندها بيتمنع؟ نتيجه ان في حاجه جوه التجويف، موجوده جوه التجويف بتعوق الحمل، احنا حطيناها عشان نمنع الحمل. تمام. فبرضه لو حاجه جوه التجويف زي تليف زي زايده لازم تتشال لو انا بدور على حمل. تمام معايا؟ فاذا التجويف يعني اي حاجه جوه التجويف بتمنع الحمل، بتمنع وارد بنسبه كبيره جدا، عشان كده بيحطوا الشريط. عشان لا احنا بقول لك ان لما بنحب نمنع الحمل بنحط حاجه الشريط. بنحط حاجه زي شريط مانع الحمل. تمام. طب لو هي ست بتدور على حمل وجوه التجويف بتاعها هيبقى زايده او تليف، اذا دي عندها حاجه تمنع الحمل، حاجه تشريحيه تمنع الحمل، فدي بالتالي لازم نتعامل معاها واحنا واحنا بندور ازاي نساعدها على حدوث الحمل. فاهماني؟ فاذا التجويف الرحم مهم جدا ان احنا بنشوفه بالاشعه بالصبغه. في نفس الوقت بنشوف هي الاشعه بالصبغه بتبين بس التجويف الرحمي زائد الانابيب، زائد الانبوبه الشمال، ملهاش علاقه بالسطح الخارجي بتاع الرحم، هي اللي هي علاقه بالتجويف الداخلي. تمام معايا؟ حقنا السبعه بشكل معين، اتملى التجويف، التجويف فاضي وكويس خير وبركه، السبعه بدات تطلع على الانبوبه اليمين والانبوبه الشمال وبدات تخرج بالانبوبتين، يبقى الدنيا كويسه. الانبوبه مش منتفخه تبقى الدنيا كويسه. لو انبوبه منتفخه او مسدوده او السبعه ما عدتش بشكل جيد يبقى في مشكله هنا. لو في مشكله انا بعمل ايه؟ بحاول بقى اراجع حساباتي، طب ازاي اتدخل؟ ممكن الاشعه بالسبعه تشخص لي التصاقات، وارد بس ما بقدرش احلف قوي. يعني ممكن تشخص التصاقات بتبين الاشعه بالسبعه تبيني التجويف، واذا كان التجويف نظيف ما فيهوش حاجه تبقى الدنيا كويسه. تمام. طلعت السبعه من التجويف على الانبوبتين يمين وشمال، والانبوبتين سالكين، والسبعه عدت يمين وعدت شمال وصورنا ولقينا الدنيا برضو تمام، يبقى خير وبركه. لو بقى الحاجات الغير عاديه لقينا بقى في التصاقات بتبان في السبعه، في انتفاخ في انبوبه،
يعني التهبت وعملت هي بدل ما تبقى ستريت كده لا بدات عملت كلكيعه كده في انسداد ده معناه ان في انسداد في التهاب يعني الانتفاخ معناه انسداد معناه ان في معناه التهاب في المكان ده ومعناه ان الدنيا مش سالكه كويس تمام معايا فده بيلفت نظري برضو لو في انتفاخ في انبوبه او انبوبتين احتمال لو الصبغه عدت بس مش منتشره قوي في الحوض برضو بناخد فيلم بيبين الكلام ده معناه ان في التصاقات من هنا بيبدا فكره المنظار اذا يعني المنظار ما بداش اشعه الصبغه اشعه الصبغه الدنيا كويسه اوكي تمام في عدم ارتياح بنبدا نخش يعني بوسيله للتشخيص هي احدث هي اكثر تكلفه هي دخول عمليات هي دكتور تخدير معانا في العمليات اذا ايه دي جراحه ما اقدرش اقول جراحه انما هي بنخش فتحات صغيره عن طريق البطن بحيث ابدا اشوف التجويف الداخلي للبطن فتحات بمنظار فتحات منظار يعني تقريبا نص سنتي نص سنتي ما تعتبرش جراحه دي ما تعتبرش جراحه لان هي الفتحات صغيره جدا وبتلتئم وما بقاش عامله تشوف في البطن فدي ما تبانش بتعمل لها تجميل بعديها يعني ولا؟ مش محتاجه حاجه بعدها ممكن تاخد الغرزه بشكل بسيط وما بقاش محتاجه حاجه لان النص سنتي اللي بنخش بيه مش مشكله وبنخش برضو عن طريق السره نفسها ونخش في تجويف السره نفسه فما بقاش باين في جرح عندها فبالتالي الشكل الجمالي الخارجي او الشكل الخارجي بالنسبه للسيده ما فيش مضايقه في حاجه ان احنا خربشنا او فتحنا او بتاع لا الدنيا بتبقى بسيطه جدا بشكل كويس يعني فده المنظار فبستعمله تالي لموضوع الاشعه بالصبغه واستعمله امتى لو الاشعه بالصبغه قالت لي ان في عدم ارتياح انا شكيت في حاجه التصاق حوالين الانابيب انتفاخ انابيب عدم انابيب مش سالكه تجويف الرحم في حاجات تعوق التجويف ده وتعوق انزراع الاجنه فبالتالي ده هيأخرني بالنسبه للحمل فبنبدا عملنا اشعه بالصبغه مش مستريحين بنسيب حوالي شهر اتنين كده بحيث الست تستريح بعد كده ممكن تهدى شويه نلجا برضه عشان نلجا بعد كده لمنظار حاجه مرهقه جدا نلجا لمنظار البطن بعد كده اذا منظار البطن ده تالي لموضوع الاشعه بالصبغه في الترتيب انا ممكن ابدا في بعض الحالات لو انا شايف ان المشكله في مشكله مثلا كيس على مبيض في مشكله في حاجه ده بيحتاج منظار يعني بتبدا على طول حضرتك منظار مش صبغه يعني وارد او ان انا ممكن خطوه الاشعه بالصبغه ااجلها نتيجه ان انا هحتاج منظار فمالوش لازمه بقى اكلف الست تكلفتين تكلفه الاشعه تكلفه المنظار فممكن نبدا بالاول بمنظار معايا يبقى منظار ابداه يعني بعد الاشعه او ممكن منظار ابداه من الاول خالص بناء على ايه هنبدا المنظار الاول المنظار هنبداه لو انا لقيت مشاكل في الـ في الـ في الاشعه بالصبغه زي ما قلنا انتفاخ عدم نفاذيه انابيب فبنبدا منظار على طول او كان في تاريخ سابق قبل كده الجرح وما قفلش كويس وفي صديد وفي التهاب فبنبدا منظار نعمل ايه بقى بالمنظار نفس اللي بنعمله في الاشعه بالصبغه احنا بنحقن صبغه عن طريق المهبل للسيده ونشوفها احنا في الاشعه بالصبغه بنصور وبنشوف لا في المنظار احنا بقى بنشوف رؤيه العين يعني احنا المنظار ده في منظارين في منظار بطن وفي منظار رحمي منظار البطن دوت اللي هو يعني المناظير اتنين بطن بالنسبه لشغل النسع اتنين منظار بطن اللي هو بخش عن طريق السره السره بالعدسه بتاعتنا عدسه مضيئه بنخلي الدنيا نهار جوه بيبان كل حاجه يبان الدنيا نهار بالظبط كده فيبان قوي تجويف الرحم والانابيب والبتاع الشكل الخارجي بتاع الانبوبه تمام في نفس الوقت في زميل مساعد معانا بيحقن لي صبغه من تحت من عن طريق المهبل في نفس الوقت في نفس التوقيت يعني يبقى انا ببص على الانبوبه من فوق وهو الزميل بيحقن صبغه من تحت بحيث تخش عن طريق المهبل وبعدين عنق الرحم وبعدين الرحم وبعدين الانبوبتين وتبدا تطلع من الانبوبه يمين وانبوبه شمال وهي بتطلع احنا عشان بتشوف الدنيا كلها تبقى ظاهرة احنا ظاهرة بالنسبه لنا قوي معايا فبنتاكد ان الدنيا سالكه او لا كانابيب بالمنظار اوكي طب افرض ان احنا لقينا انتفاخ موجود في الانبوبه ايه اللي بيحصل بقى الانتفاخ ده معناه ان هو في تراكم سوائل داخل الانبوبه السوائل دي بتبدا تنز سد الدنيا سده وفي نفس الوقت مش سده وبس تبقى تبدا تنز السوائل بتاعتها من الانبوبه على تجويف الرحم فتعمل مشكله في تجويف الرحم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها الرحم ده التربه اللي بنحط فيها هو الاساس النبته هو الاساس فلما يبدا يوصله صديد من فوق كل شويه يوصله صديد بتبقى الارضيه مش حلوه خلاص. فبالتالي مش هتستقبل اجنه فاذا لازم هنا التعامل بالمنظار للانبوبه المنتفخه ان احنا ممكن نعمل نفصل الانبوبه عن الرحم خالص تمام
فصل الأنبوب عن رحم عن طريق المنظار بأكتر من طريقة، إنما دي طريقة مهمة نعملها في حالة وجود التهابات وانتفاخات في الأنبوبة، جايز أنبوبة وجايز أنبوبتين. يعني ممكن حد يبقى الأنبوبتين مسدودين. دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. الحل بقى، ما هو الحل ما عندناش كتير يعني، بس قصدي احنا ريحنا الست وفهمنا الدنيا اخبارها ايه وبنديها سكة للتعامل، حتى لو السكة مكلفة بس هتبقى هو ده الطريق الوحيد عشان ما تقعدش تلف كعب داير ومصاريف ووقت يمر عليها مصاريف وعدم ارتياح وارهاق وتوتر فلما نبدأ نحط نقط على حروف من الاول ده بقى انسب. والله هو المفروض الفحوصات اللي قبل الجواز دي اهم حاجة يعني، بس مش هقدر اعمل منظار لواحده قبل الجواز، مش هقدر اعمل اشعه بالصبغه، انما الفحوصات اللي هي العامه مثلا سونار مش فارقه بالنسبه لنا، هرمونات مش فارقه، الحاجات البسيطه حتى يعني حتى نعمل الحاجات البسيطه دي البرود لاينز على الاقل يعني. برود لاينز بنعملها بحيث ان احنا نطمن، انما اتجوزنا وتاخرنا وعملنا اشعه بالصبغه وطلع قد يكون في مشكله في تجويف وهقول لك هنعمل فيها ايه، او قد يكون في مشكله في انبوبه، مشكلة أنبوبة يبقى هنخش عن طريق السرة عن طريق البطن نتعامل معها. هل في التصاقات ممكن نفكها؟ أنابيب سالكة كويسة، أنبوبة منتفخة هنحاول احنا نفصلها عن الرحم نفسه. تمام، بتفصل عن الرحم ازاي؟ في ممكن كليبسات، يعني نحط كليبس بين الأنبوبة وبين جسم الرحم، يبعدهم عن بعض. يعمل فاصل، افصلهم، ممكن كليبس فاصل. ممكن استعمال جهاز الكي بحيث ان يفصل ده عن ده، وبرضه بنفهم السيده انك انت سي يعني في كليبس في كليبسات ممكن تعملي كليبس ممكن وبعدين ممكن تعملي كي. طب انا افضل ما عندناش افضل، وعلى اساس ايه ما عندناش افضل؟ لا هي اكتر من طريقه، كل واحد يعمل المناسب ليه اللي هو شايفه. لا يعني الدكتور هو اللي بيختار ايه الطريقه المناسبه ولا المريض؟ لا المريض ملوش علاقه، المريض هو ليه عايز حل، عايز حل، عايز يعني هي في مشكله تاخر حمل. تمام، طب هتعمل ايه؟ احنا بنتدخل بالاسلوب المناسب بالنسبه لنا، حضرتك بتشوف اللي محتاج كي بيحيى. فوارد قوي ان انا الاقي التهاب في انبوبه، وممكن قوي ان احنا نخش نفصلها والانبوبه تاني لو شغاله خير وبركه. تمام معايا؟ فدي لو التانيه مش شغاله رخره لسبب او لاخر بنفصل التانيه، او لو التانيه مقفوله خلاص بنسيبها ونلجا للحقن المجاري مباشره. طب لو الاثنين مسدودين بنروح بنضطر لحقن مجهري ولا ممكن نفصل الاثنين؟ لا ما هو لو الاثنين لو مسدودين ومش عاملين التهابات ومشاكل بنسيبهم. تمام، لو اتاخر الحمل لفتره معينه بنبدا نتدخل، لو انبوبتين الاثنين ملتهبين بنفصلهم عن الرحم مش فارقه، ونبدا نوجهها ان انا ما عنديش كده حمل تلقائي بينها وبين جوزها، يبقى الحمل لازم يكون حمل مساعد عن طريق الحقن المجهري، اطفال انيب او حقن مجهري. الحقن المجهري هو الحاجة الوحيدة اللي هتنفع في الحالة دي، في حالة ضمور الأنبوبتين متدمرين، فخلاص ما الناس سكة تانية والعيانة ما تلفش كعب داير، وديها طريق إنها كده الدنيا مش هتبقى مثمرة معاها. طب هو الحقن المجهري ليه سن معين؟ لا خالص ما عندناش، في مثلا بنت 20 سنة تمام وجوزها تحليله ضارب، يعني إيه؟ يعني عدد ما فيش حركة ما فيش، فهي كويسة كمقياس بالنسبه لنا، ما عندنا يعني هي كويسه كبارامتر، تحولنا مبايض قلنا رحم قلنا انابيب قلنا حوض، ده كله كويس، بس جوزها مش هيساعدنا ماشي، وعنده سنه واثنين في الحاله زي كده لا بنلجا للحقن المجاري. ليه؟ عشان جوزها، عشان لو عنده عدد قليل، احنا قلنا 15 مليون ده الحد الادنى ماشي، لو هو قليل قوي بقى 5 6 7 هيبقى الدنيا مش حلوه، عنده حركه مش كويسه، عنده اشكال مشوهه عاليه جدا، فممكن تمام. نلجأ للحقن المجهري عشان خاطر الزوج. تمام يا دكتور، بصراحة احنا استفدنا منك جدا والمشاهدين كلهم استفادوا، وانا شخصيا استفدت جدا من حضرتك. وفي نهاية حلقتنا بنشكر دكتور فهمي أحمد رمضان على وجوده معانا. هنروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم تاني. مرحبا بحضراتكم، دكتور فهمي احمد رمضان استشاري النساء والتوليد والحقن المجاري بمركز حواء الطبي بحلميه الزيتون ومستشفى الدكتور فهمي بالمطريه. النهارده هنتكلم عن ساعه حرجه شويه، اللي هي بتبقى نهايه مسار كل سيده حامل، بتبقى منتظره ميعاد الولاده. هنقول باختصار الكلمتين اللي احنا بنحب نقولهم لكل سيده قبل ما ناخد ميعاد ولادها.
بنقول لها حضرتك هتيجي مثلا في الوقت الفلاني تكوني صايمة 6 ساعات على الأقل قبلها. بنهتم بالمناطق اللي فيها شعر زائد، بنهتم بيها بحيث يبقى إزالة الشعر الزائد ده مهم جدا. بنهتم بيكون في أكل خفيف ساعتها، ما ناكلش وجبات تقيلة. بتجينا المستشفى أو المركز حسب ميعادنا مع بعض، معاها لبس البيبي، معاها المعامل الأساسية بالنسبة لها زي معدل التجلط، زي التهاب الكبدي إذا كان سلبي بنأكد إنه يكون سلبي في نفس التوقيت، بنأكد إن هيموجلوبينها كويس، معاها الورق الخاص بيها بحيث يطلع عليه دكتور التخدير في نفس الوقت. بتيجي بتقلع هدومها، بتلبس هدوم المستشفى، بتاخد نركب محلول بسيط ونحط فيه مضاد حيوي مهم جدا بحيث تكفر او يغطي فتره العمليه وما بعد العمليه. في اوضه العمليات بيبقى الموضوع بسيط، بنحاول برضو يبقى قبل ما نتكلم في اوضه العمليات بنقول نشرحه بره، ان احنا بنقول للسيده والله ان التخدير نوعين، في تخدير كلي عن طريق استعمال انبوب حنجري او تخدير موضعي لمنطقه الرحم فقط. احنا الفترات اللي فاتت دي بنفضل التخدير الموضعي اللي هم بيقول عليه زي التخدير النصفي، هو مش نصفي ولا حاجه ولكن هو بيهتم يخدر المنطقه اللي هي فيها هنخدر المنطقه اللي احنا هنشتغل فيها اللي هي منطقه البطن بس، مش شرط ان انا اوصل التخدير لكل مناطق الجسم. ده بالنسبه لنا مهم قوي، ونقول لها انها ما تقلقش، ما تتخضش، ما تخافش، مش هتحس بألم. الاول هناخد حاجة مهدئة بسيطة بحيث تنام بشكل كويس، وبعدين بنخدر منطقة الرحم عن طريق تخدير حقن تخدير عند جلد الظهر بحيث ان احنا نخدر منطقة الرحم ما وصلش تخدير ليها او للكابل بتاعها او للبيبي في نفس الوقت. ده مهم جدا بالنسبة لنا. بيتم ما تكونش حاسة بأي حاجة، صيانة تخدير موضعي او صيانة تخدير كلي. بيتم العملية بحوالي نص ساعة بالتقريب. بنهتم بعد بيتولد البيبي بيستلم دكتور الأطفال، بعد استلام دكتور الأطفال بنطمن على البيبي عن طريق برضو المتابعة الجيدة مع دكتور الأطفال، واحنا شغالين في العمليات في نفس الوقت. بننصحها بس ان في اكتر من نقطة مهمة ممكن تستغل في أوضة العمليات، زي مثلا تركيب شريط منع الحمل بعد الانتهاء من الولادة على طول. قبل ما نقفل الرحم بنركب شريط جوه تجويف الرحم. في نفس الوقت ممكن نستعمل حاجة اسمها تاب لوك ده اللي هو تخدير عصب الجرح اللي هي بيقال عليها قيصرية بدون ألم. بنحقن مواد التخدير عند جلد عند البطن بحيث ان احنا نخدر العصب الموصل للجرح. ده في أوضة العمليات. بيتم بعد كده تخرج بالسلامه ان شاء الله. وبعد كده بس بنهتم لو هو التخدير نصفي او تخدير موضعي للرحم بنهتم ان احنا نكتر سوائل كتير بقدر الامكان، يعني حوالي 3 لتر في اليوم ما يعادل لتر ونص اللي هو الحاجه الساقعه ده بيتملي مرتين سيان ميه او شرب او عصير. مع ما تحاولش يعني تقعد في وضع تبقى وضع فلات، يعني ما بيبقاش راسها عاليه على مخدة عالية أو حاجة، بقدر الإمكان ده بيقلل نسبة مشاكل حدوث الصداع بقدر الإمكان. ده مهم جدا بالنسبة لنا. وبقى البلاستر بتاع الجرح مقفول بيتفك بعد 7 أيام تقريبا ويبقى الأمور كويسة، ونتمنى إن ربنا يتمم بخير لكل سيدة تبحث عن ولادة آمنة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضراتكم، على أمل بلقاء مرة تانية إن شاء الله. شكرا.